طيب كابتن احمد بكره هيوصل سيمبا وجاي برضو قبل 48 ساعه من مباراه الاهلي، والراجل برضه رئيس سيمبا جاي بتصريحات عنيفه جدا، هنخش نكسر الاهلي في مصر وهنكسب الاهلي في مصر، ونفس الفكره اللي كانت قبل مباراه الذهاب كانوا عاملين برضه تصريحات عنيفه جدا. هل الاهلي ضمن التاهل بنسبه كبيره ولا انت شايف لسه لا تزال المهمه مش سهله؟ هو يعني بنسبه اكبر طبعا حظوظ الاهلي كبيره او فرصته كبيره بعد نتيجه الذهاب. ماتش هو يعني الاهلي قدر يخطف الفوز بماتش برضو الاهلي كنت شايف اللي هو بعيد فنيا لظروف كتير طبعا، سفر وممكن يكون فيه اجهاد، ممكن يكون فيه لعبة المنتخب وممكن كمان هناك كمان الرطوبة عالية والمطر مش سهل لو راحوا كمان مطر وبعدين كمان سيمبا ما كانش موفق في الماتش، الاهلي كان موفق جدا في الماتش في الفرص اللي جت عليه لانه خطف الجون بدري كمان الاهلي جاب الجون بدري فشايف الامور صعبة على سيمبا. الماتش في القاهرة في الأجواء هتبقى أحسن، الأهلي ريح أسبوع، حاجات كتير جدا هتبقى في صالح الأهلي، لكن أنا متوقع صعود الأهلي. الموضوع ما بقاش لكن في الكرة فيها كل حاجة، يعني لازم الاحترام للفرقة. والزمالك وفيوتشر، الزمالك وفيوتشر أنا شايف إن يعني والزمالك برضو بنسبة كبيرة يعني بنسبة أكبر ضمن كمان، خصوصا انت بتتكلم في نتيجة ده المفروض ماتش فيوتشر الزمالك حتى يعني نتيجة 1-0 برضه الزمالك يصعد، التعادل الزمالك يصعد، فالزمالك هيبقى اهدى كتير من فيوتشر وده هيبقى في مصلحة الزمالك ان فيوتشر هيبقى فاتح خطوطه من بدري، هيبقى عايز يحاول يلعب بالشكل الهجومي، وده ما بيبقاش احسن حاجة دايما في الفرق اللي الكابتن تامر مصطفى بيمسكها، ودايما بيحب ماتشات الزمالك بيستنى تحت كتير وهو ده اسلوب لعبه، لكن هيفتح الخطوط الامور هتبقى مش متوقع سهل. الزمالك يكرر الفوز ولا متوقع بمودرن فيوتشر يحقق مفاجاه ولا متوقع الماتش هيبقى تعادل؟ لا انا متوقع الزمالك يكرر الفوز للمره السابعه على التوالي. الزمالك يعني في دايما ماتشات كده وانديه بقى لها حظ على الانديه، ده هو على طول في كمان في اخر دقيقه ديت اللي هي في اخر دقيقه في اخر خمس دقائق لا وزيزو يجيب جول مره زيزو يعني الست مرة ماتشات عارف عارف الست ماتشات زيزو جاب ست جوال ست كل جوال. ماتش جول ما انا بقول هو عشان كده قلع الفانيلا عشان عامل زي صلاح برضو في انديه كده في الدوري الانجليزي انت مغمض عارف صلاح يجيب جوال فيها برايتون مثلا ده جاب 9 اجوان و12 بعدين فضل كمان صلاح حظ وحش قدام مانشستر يونايتد وبعدين فتحت برضه معاه بقى بيجيب في كل الماتشات فبتحصل طبعا. انت مع كابتن احمد ايه في رايه؟ انا متفق معاه في الحاجتين، الاهلي يعني قدر بذكاء وبتوفيق انه يخلص الماتش هناك واعتقد ان الامور في صالح الاهلي، لكن انت عارف ماتشات افريقيا يا استاذ محمد تفاصيلها كتير وممكن الدنيا تتغير في لحظة، يعني أي حالة تحكيمية طرد ضرب الجزاء مرتدة يجيبوا فيه الجون فالدنيا تتكهرب، لكن أعتقد الخبرات اللي عند الأهلي يعني تخليه يعرف يتعامل بذكاء مع سيمبا والفرق الفنية تبقى لصالح الأهلي. ماتش الزمالك ومودرن فيوتشر طبعا الزمالك كفته أرجع، لكن الماتشات دي دايما لما بيكون منافسة محلية في أفريقيا بتبقى دايما معقربة لأنه بيبقى الفرقتين عارفين بعض، الزمالك لسه عنده مشاكل دفاعية أنا شايف جوزيه جوميز لازم يشتغل عليه، يعني الزمالك إذا عايز يكسب البطولة دي هو الأقرب إن شاء الله يعني بإذن الله، طبعا هو أو مودرن فيوتشر اللي هيكمل فيهم المشوار، لكن بما إن الزمالك هو اللي فاز في الذهاب فهو الأقرب، الزمالك يقدر يكسب البطولة دي لكن لازم جوزيه جوميز يشتغل على دفاعه شوية لأنه عنده مشاكل. مودرن فيوتشر راح على الزمالك وكان عنده فرص خطيره وده بس مش في ماتش الزمالك، في كذا مباراه او الفتره اللي جوزيه جوميز بيهاجم كويس، يعني انا شايفه بيشتغل كويس في الهجوم، سيبك من انه في بعض الاوقات ما بيسجلش كل الفرص زي مثلا في ماتش الاهلي في الكاس في ماتش الاسماعيلي كان برده في فتره من الفترات كان هو الافضل وقرب وكان ممكن يسجل وخرج بتعادل بعد كده ما قدرش يسجل، لكن دي تفاصيل هتتحل، لكن انا شايف المشكله الكبيره في الدفاعات، لازم يشتغل على دفاعاته بشكل كويس لو عايز يكسب الكونفدرالية.